احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء، الحدث النوعي في مسار تحقيق الوحدة الترابية للمملكة المغربية. انطلق الدوري الدولي لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لسباق الدراجات. التظاهرة عبارة عن سلسلة من سباقات الدراجات على الطريق من أجل الظفر بثلاث جوائز في ثلاث مراحل من الطواف المدرج منذ دورته الأولى سنة 2010 ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات. كان مشاركة قوية، كان تنافس قوي، كان بطل آسيا اللي معنا أحمد منصور اللي هو مشارك هنا بطل ديال الدراجات ديال آسيا كلها، إذا هذا فيها واحد الرمزية. الطواف عرف مشاركة مجموعة من الدول على رأسها منتخب المغرب والإمارات العربية المتحدة، موريتانيا، سلطنة عمان، وفرق قارية من ألمانيا، هولندا، سلوفاكيا، ونادي أبو ظبي للدراجات، إلى جانب الفريق القاري المغربي سيدي علي أنالوك. هذا الطواف اللي حقيقة يروج، لأننا الحمد لله نعيش في أمن وأمان وفي استقرار دائم في صحراء وفي مغربنا الحبيب، وتنجوب جميع المناطق اللي بغينا، والأجانب اللي مشاركين معنا فرحانين بهذا الجولة اللي تنديروا بالدراجات. الدوري يؤكد مرة أخرى أن المملكة المغربية بلد حقيقي للسلم وأرض للضيافة والحوار والتسامح.